لا شك إن مثل ما تفضلت وفق القوانين المنظمة للشأن الإعلامي اللي هي قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع وقانون الإعلام الإلكتروني، هناك يعني محاذير يعني بالإضافة إلى عمليات التنظيم لتلك الوسائل، من ضمنها يعني تحري الدقة فيما ينشر لحرصنا على المعلومة الصحيحة. والوسائل الإعلامية اللي تفضلت فيها حضرتك خالفت مواد قانون القوانين الإعلامية المنظمة للشأن الإعلامي، ولذلك قامت الوزارة وقبل ذلك كانت هناك مناشدات قبل أن نتوجه لتطبيق القانون، ولكن حرصنا على أن نوفر المعلومة الصحيحة وحرصنا على عدم إثارة الهلع من خلال تلك الإشاعات، قمنا بتطبيق القانون ونحن جادون. أمس تصريح معالي وزير الإعلام محمد الجبري كان واضح على أن نهيب وسائل الإعلام تحري الدقة، وأيضا نؤكد حرصنا على تطبيق القانون للحد من تلك الشائعات التي يعني تهدم ولا تبني.